هلا والله شباب، يلا حيوم في اليابان. وصلنا الى مدينة اوساكا، ثاني اكبر مدينة هنا في اوساكا. ولكن العجيب سبحان الله، استقبلنا المطر. رحنا الى سول في كوريا، استقبلنا المطر. رحنا الى بوسان في كوريا، استقبلنا المطر. وجينا هنا الى اوساكا، ثاني اكبر مدينة في اليابان، واستقبلنا المطر. حنا يا اصدقائي في اشهر قلعة موجودة في اليابان، مو فقط في اوساكا، في اليابان كلها كاملة. فخلونا نستكشف هذه القلعة الجميلة، وبعدين بنروح إلى أشهر مكان هنا موجود في أوساكا، وأشهر سوق موجود هنا في أوساكا. طبعاً يا صديقي، القلعة هذه ضخمة جداً، عشان تفرها كلها يبالك ما يقارب ساعتين كاملة إلى ثلاث ساعات. فخلونا نفرها بشكل سريع ونستمتع مع هذه الأمطار الجميلة. يا صديقي شوف الأمطار يا أخي، إذا اجتمعت المطر مع الطبيعة صح ممكن ما تقدر تصور، ولكن يا أخي الريحة والهواء يكون بارد جداً، والريحة جميلة مرة. فخلونا نتمشى في هذا الجمال ونستمتع يا أصدقائي. طبعا يا صديقي صح أن القلعة هذه جدا ضخمة، ولكن الجميل وانت قاعد تمشي تحصل كافيهات مثل ستاربكس هنا موجودة، فحلو أنك تجلس فيها وتريح وأيضا تكمل طريقك بعدها. وأيضا اليابان يا صديقي فيها ستاربكس جدا مميز في مدينة اسمها كيوتو جنب أوساكا، فيها ستاربكس جدا مميز، ستايله ياباني، هو الوحيد اللي موجود تقريبا في العالم. ليش؟ أنه قعداته على الأرض يا صديقي، فتجلس على الارض وتستمتع في قهوة ستاربكس. وبإذن الله الفلوق الجاي راح يكون في كيوتو. الآن خلوني أمسك مظلتي عشان ما غرق يا أصدقائي، ونكمل طريقنا في هذا المكان الجميل. صديقي وأنا قاعد أمشي شفت بالله شوف الجمال يا صديقي، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه قلعة ولا حديقة؟ شوف الجمال اللي فيها، والهواء بارد منعش جدا لدرجة اني لابس جاكيت يا صديقي. شوف الفراشة مستمتعة ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يا صديقي مكان جميل جدا لدرجة انه حتى المظلة خليتها جنب. ابي استمتع بالامطار. طبعا يا صديقي هذه الحديقة الجميلة اللي شفناها، وشوف بالاتجاه الثاني وش تشوف؟ غابة يا صديقي، هذه غابة ولا حديقة ولا قلعة؟ ما شاء الله ضخمة جدا، شوف الاشجار كيف، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله العظيم مكان جميل جدا. طبعا انت في اليابان يا صديقي كل شيء مهيئ انك تمشي، اماكن نظيفه جدا لانك انت في اليابان يا صديقي. انا دائما يا صديقي اذا اجتمع عندي حاجتين اعرف ان الجمال اكتمل، اللي هو الطبيعه يا صديقي واللون الاخضر مع البحيرات واللون الازرق. هنا اقدر اقول لك قد اكتمل الجمال ما شاء الله. وفوق هذا كله قاعد تمطر بعد، يعني فوق الجمال جمال، فسبحان الذي خلق هذا ما شاء الله. بالله ايش رايكم يا اصدقائي؟ الله العظيم مكان جميل جدا. طبعا للحين يا اصدقائي ما وصلنا للقلعة، القلعة موجودة في نص هذا المكان الضخم جدا، ولكن وانت قاعد تمشي تشوف هذا الجمال. هذه شوف، هذه كأنها غابة، هذه بحيرة يا صديقي، هذه كأنها حديقة. فوالله العظيم صراحة مكان جميل جدا، حتى إذا حبيت أنك تجلس ولا شيء تستمتع في هذا الجمال، تقدر تجلس وتستمتع في هذا الجمال يا صديقي. طبعا أنا يا أصدقائي قلت معلومة أن الموية في اليابان كلها صالحة للشرب، أي مكان تقدر تشرب منه، لأن الموية جدا جدا يعني مستوياتها جدا عالية من النظافة. فقلت أنا حصلت أبي أجرب أشوف المعلومة صحيحة ولا لا، بس كيف أشرب؟ كذا ولا شلون يا كابتن؟ يا الله والله طعمه حلو اليابانية ما شاء الله. طبعا يا صديقي وصلنا الى القلعة، بدأت توضح من هنا، بالله شوف الجمال هنا. والله يا صديقي ما توقعت ان بتلقى قوارب زي كذا، قوارب تاخذ فيك فرع القلعة كلها بوها كاملة. وايضا اذا كان معك كبار بسن ولا ناس ما ودهم انهم يمشون، ايضا في عندهم مثل هذا القطارات كذا. طبعا تركب هذا القطار الجميل ويلفون فيك القلعة كلها بوها كاملة. يا اخي بالله شوف وين خليت المظلة حقتي، حتى الشيبان يضحكون، هذا من مخليها راعيها بالمطر ها؟ عاد في وقت المطر من اكثر الاشياء اللي تحتاجها اللي هي المظلة. كونيتشوا. هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ جود؟ فاين؟ فاين فاين. فيري جود. You from? I am from Arab. Arab? Arab. يا أرغاتو غوزايماس. والله يا صديقي كل ما ادخل اكثر واكثر حصل جمال اكبر. بالله شوف الجمال يا صديقي، توني داخل القلعة شوف الطبيعة كيف كبيرة جدا، وناس وراي قاعد يصوروني. كابتن بالله شوف القلعة ضخمة جدا. طبعا كل هذا من الخشب ولكن مرممينه، تعتبر أكبر وأشهر قلعة موجودة في اليابان. يا أخي أنا تعبت، ركبت هذه الطلعة وتعبت. خلنا ندخلها إن شاء الله نقدر ندخلها ونشوف كيف تكون القلعة من داخل، هل هي نفس على شهرتها ولا ممكن أقل من ذلك. شوف طبعا أصدقائي أنا دخلت وكل مكان حاطين ممنوع التصوير، فإن شاء الله ما أنقفط، إذا انقفط عذرا، ولكن خلوني أوريكم على السريع. هذه القلعة يا صديقي شوف حقت الساموراي، شوف الساموراي النينجا، كل شيء يخص في اليابان.
طبعا هي تعتبر قلعة يابانية. طبعا يا صديقي حجم القلعة ضخم جدا لو تشوف هذه القلعة كلها ابوها كاملة. كنا نمشي قبل شوي من هنا عند البحيرة فشوف حجمها الضخم. هذه الدروع اليابانية القديمة شوف شلون وشكله يخوف. طبعا هي تعتبر اشهر قلعة موجودة في اليابان، فعشان كذا تشوف التاريخ الياباني كله ابوه موجود هنا، سواء الجنود كيف يلبسون كيف كانوا كيف كانت حروبهم زمان، فكل شيء تشوفه هنا في هذه القلعة. هذه تشوف النينجا اسمها الساموراي ولا النينجا يا كابتن؟ شوف اللغة اليابانية كيف ترك تنكتب زي كذا بالطول، يبدأ من اليمين ولكن بشكل عمودي ما هو بشكل افقي مثلنا، فكل شوي تطلع un poco caliente por el final. Mira bobo, qué mira bobo. Anda, anda para allá bobo. طبعا يا صديقي العسكري شافني وجاي يلحقني وهجيت للدور اللي بعده. ان شاء الله ما يلحقني الحين. شوف يا اخي صديقي والله شيء مكان جميل جدا. الحين يطلع لي العسكري من حيث لا احتسب لانه ممنوع التصوير يا صديقي. السلام عليكم. شوف هذه شاشه يا صديقي توريك التاريخ الياباني كله كامل، تتفرج كانه بروجيكتور. عموما خليني انحاش لا يجيني العسكري الحين هو احذف جميع التصوير اللي صورته. طبعا يا صديقي وصلنا الى الدور الاخير وهنا عاد تشوف من اعلى القلعه وتشوف هذا الجمال يا صديقي. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه مدينه اوساكا كلها كامله. والله العظيم مكان جميل جدا. شوف يا صديقي هذا الاتجاه الثاني. شوف شوف الله قبل شوي كنا هناك. لا شوف الجمال. طبعا يا صديقي علشان تدخل هذه القلعه العملاقه لازم تاخذ تذكره وسعرها تقريبا 6000 ين. ين الكوري ون والياباني ين. 100 ين يعني ما يقارب 16 ريال سعودي ما يقارب 4 دولار يا صديقي. تشوف هذا الجمال كله في هذه القلعه، ولكن ترى ممنوع التصوير. انا قاعد اصور لكم كذا وكل ما اشوف العسكري ازمن، ففيها ما يقارب 8 ادوار. طبعا تعتبر اوساكا يا صديقي ثاني اكبر مدينه في اليابان وثاني اهم مدينه، ولكن يقال ان مدينه كيوتو وحده ايضا من المدن الجميله اللي موجوده هنا في اليابان وايضا وحده من اشهرهم. فنبي نستمتع في اوساكا اليوم وباذن الله الفلوج الجاي راح يكون في كيوتو. والله يا صديقي حطيت الكاميرا بالشنطه سويت هذه معناها زبنت، حطيت رجلي يا صديقي الفصحى يعني ذهبت بعيدا. عموما وصلت الى واحد من اشهر الاماكن اللي موجوده هنا في اوساكا. كابتن ايش في اللي ورايا؟ الو كونيتشوا. شوف ذا كيف لابس يا كابتن، لابس قناع يمه يخوف. يا ولدي خوف شكله والله. هذا اللي ينظف هنا في منطقة داتنبوري. طبعا منطقة داتنبوري يا صديقي واحدة من أشهر المناطق اللي موجودة في أوساكا. طبعا من أكثر الأشياء اللي مشهورة في أوساكا يا صديقي اللي هو الأكل وأيضا أنك تتسوق، وهذه المنطقة أشهر منطقة للأكل وأيضا أشهر منطقة تسوق. فخلونا نشوف المنطقة وأيضا نشوف منطقة التسوق يا صديقي. طبعا أنا متأكد يا صديقي أن هذه الصورة شفتها في يوم من الأيام في حياتك، واحدة من أشهر الصور اللي موجودة هنا في أوساكا داتنبوري. جميل بهذه المنطقة يا صديقي أنه في رحلات على القارب يأخذون فيك لفة كاملة على هذه المنطقة، منطقة داتنبوري. القارب هذا إذا حبيت أنك تركبه تقدر تجي بهذا المكان يا صديقي من هذه العلامة وتأخذ القارب يأخذون فيك لفة كاملة على هذا النهر. شوف مثل كذا. يا سلام شوف ناس كثير مرة. المنطقة اللي موجودة هنا هذه أشهر المناطق للأكل يا صديقي، فخلونا نشوف هذه المنطقة وبعدين ننتقل للمنطقة الثانية اللي هي أشهر منطقة للتسوق هنا في داتنبوري. يا أخي تصدق أن اليوم ما هو ويكند؟ يا أخي تصدق أن اليوم ما هو ويكند؟ فبالويكند بيكون كأنها حج يا صديقي، مرة 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 زحمة. فخلونا نتمشى في هذا المكان اللي هي منطقة الأكل يا صديقي وبعدين ننتقل إلى منطقة التسوق. وطبعا يا صديقي هذه المنطقة فيها كل شيء تتخيله، سواء أكل ملابس تسوق كافيهات بقالات ألعاب ملعب، فكل شيء موجود في هذه المنطقة اللي هي منطقة داتنبوري. طبعا يسمون مدينة أوساكا اللي هي مطبخ اليابان، فعشان كذا من أكثر الأشياء اللي مشهورة فيه اللي هو الأكل. أيضا تشوف الأكل والخطبوط في كل مكان. ألذ الأكل الياباني تجربه في هذه المنطقة داتنبوري. يا أخي بالله شوف الجمال، والله الشارع جميل جدا يا صديقي. شوف هذا المطعم يا صديقي إيش بلاه كذا معنفص. مو يقولون العبارة المشهورة إذا لم تبتسم فلا تفتح متجر. والله شكلي يضحك يا صديقي. الله شوف هذا المكان يا صديقي مليء بالحلوى والأشياء المفرحة. كابتن والله في جميع أنواع الحلوى، جميع أنواع الحلوى اللي تتخيلها موجودة، حتى أتوقع هذا العسل ولا إيش؟
شوف جميع انواع الحلوى يا صديقي، شوف الشربات كيف مرة كيوت. شوف الحركات كيف يا صديقي، شوف العرض، طريقة العرض كيف هنا في اليابان. كل شيء عن الأكل هنا يا صديقي، كل شيء عن الأكل، لأنك في أشهر منطقة للأكل هنا. شوف المطاعم هذا وش يبيعون ثور يعني ولا إيش؟ ولا شكل المطعم أو علامته زي كذا ممكن. الله والله شكله شهي جدا. طبعا يا صديقي إذا كنت بتطلع في الكاميرا أو في الشاشة هنا تشوفوني أنا على اليمين، إذا كنت بتطلع بالكاميرا هنا في دوتنبوري تعال في هذه المنطقة الجميلة، وتطلع بالشاشة الجميلة هنا في دوتنبوري. شوف هلو جايز، هاي شوف طالع في دوتنبوري أنا، واحد من أشهر الأماكن اللي موجودة هنا. طبعا فقط تجي توقف هنا وتطلع بالشاشة على طول يا صديقي. شوف هذه طالعة هنا وهي هذه. طبعا يا صديقي حصلت هذا المحل في دوتنبوري، فيها الفيجرز والانمي موجودة كل ابوها هنا، وايضا فيها الاشياء هذه اللي انك تحاول انك تربح ويطلع لك شيء من الفيجرز ولا الاشياء الجميلة اللي زي كذا. الفيجرز اللي صورناها في طوكيو يا صديقي، تحاول انك تحط القروش هنا يا صديقي وتستخدم هذا الجهاز انك تربح شيء من اللي موجودة هنا. والشيء الغريب يا صديقي في هذا المكان انك لو تروح تحت يا صديقي شوف شو تحصل، تحصل تصيد سمك بنفسك يا صديقي، وايضا يطبخون لك السمك بالطريقة اللي انت بيها وانت تصيد السمك اللي انت به. فشوف شلون، صراحة اول مرة اشوف شيء زي كذا. شوف يحط الطعم وتصيد السمك يا صديقي ويطبخون لك اياها بالطريقة اللي انت بيها هنا في نفس منطقة دوتنبوري. طبعا هذا المكان يا صديقي مليان سمك. كابتن ما شاء الله صادت سمكة، شوف صادت سمكة، كفو. شوف هنا يا صديقي تصيد السمكة اللي انت بيها، سواء تبيهم يطبخونها لك او تاخذها البيت وتطبخها على راحتك. يلا حد يصيد سمكة، شوف شوف صاد سمكة كبيرة، واو شوف شكبرها، شوف شكبر سمكة واو فلتت، بس والله كانت سمكة فيري جود صاد سمكة جدا كبيرة يا صديقي. طبعا يا صديقي اذا جيت هذا المكان دوتنبوري عند اشهر صورة هنا، لو تروح الاتجاه الثاني تحصل اشهر مكان في اوساكا للتسوق، مكان كبير جدا ومليء بالمحلات التسوق، ولكن شوف الزحمة يا كابتن، شوف الزحمة يا صديقي والله العظيم تقل حج، ففي الويكند بيصير ازحم من كذا ايضا. فخلونا ندخل هذه المنطقة يا صديقي وشوف كيف تكون. طبعا المنطقة هذه جدا كبيرة يا صديقي، لو تشوف ما لها نهاية، حتى بالاتجاه الثاني ايضا لها كمالة من هناك. شوف يا صديقي حتى بالاتجاه الثاني لها كمالة، فمنطقة كبيرة جدا مليئة محلات التسوق بالمطاعم، كل شيء تحصله في هذا المنطقة، ماك تحصل بكل مكان هذا المطعم يا رجل. وايضا يا صديقي حتى الماركات المشهورة مثل زارا وايضا هنا تومي كلها تحصلها بهذه المنطقة. صراحة يا صديقي من النظرة الاولى شوفوا ساكا جدا جميلة، ولكن اربع ايام تكفيها وزيادة، لان اغلب المعالم جنب بعضها، فيمديك تشوفها بيوم يومين ثلاثة، اربعة انا اشوف جدا كافية الى اوساكا، وبعدها تروح الى كيوتو، وتقدر تروح نفس القطار العام يعني بسعر رخيص، ما يحتاج تدفع المبالغ العالية جدا عشان تروح من مدينة الى مدينة، فقط تروح بالقطار العام من اوساكا الى كيوتو. طبعا يا صديقي هذا واحد من المحلات شفت لي صورته في طوكيو بالكاميرا، المحل كبير جدا الالكترونيات، صورت عنه مقطع كامل. هذا محل موجود بنفس الشارع اللي كنت امشي فيه قبل شوي، فوانت قاعد تمشي تحصل هذا المحل يا صديقي، جميع انواع الالكترونيات وايضا ادوار، نفس نظام بيج كاميرا بالضبط. بالله شوف شوف الدرونات يا صديقي، الله الله كريم ان شاء الله زمان كنت اقول ان شاء الله اني اشتري الكاميرا اللي انا ابيها قبل لا ارجع اليابان، رجعت اليابان لكن الحين ما اقدر اشتريها، ان شاء الله في القريب المستقبل، القريب المستقبل ان شاء الله في القريب العاجل يا صديقي. كابتن هذه صرافه ولا طابعه ولا ايش بالضبط؟ طيب شلون احط انجليزي؟ ظاهر انها طابعه ولكن طابعه متطوره، انت في اليابان يا صديقي كل شيء تشوفه متطور جدا هنا في اليابان يا صديقي. طبعا يا صديقي انا قاعد انتظر لين غروب الشمس علشان اوريكم كيف تكون في الليل، فباقي ما يقارب نص ساعه على غروب الشمس، فخلونا ندخل هنا ستاربكس، واحد من اشهر ستاربكس اللي موجوده هنا في دوتنبوري. صراحه المكان من داخل جميل جدا، نطلب لنا حاجه نتقهوى يا صديقي وبعدها لين تغرب الشمس ونوريكم الجمال هنا في دوتنبوري في الليل كيف يكون. طبعا انا صراحه شفت فيه فراوله وقلت اعطني واحد،
فخلنا نشوف كيف يكون طعمه في هذا المكان الجميل. اي كفو، كثر لي كثر لي. يا سلام عليك. يا 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 اوكي، حط لي حط لي، بس والله ما ادري وش لكن حط. ثانك يو سو ماري جاتو زايماس. شوف يا صديقي هذا اللي طلبته، وكاد انه فيه فراوله ولكن ما ادري وش هو. انا بنروح للدور الثاني نشوف كيف هذا المكان ونستمتع في هذا المشروب الجميل. بالله يا صديقي شوف الحركات والجمال، الله مع هذا المشروب الجميل تستمتع في هذا المكان الهادي. يا اخي انت في اليابان هنا كل شيء مرتب وانيق جدا. يا اخي انا احب الكافيهات خصوصا بالريح، ريحه الكافي جميله جدا يا صديقي. بس باقي لي اشوف الاطلاله، اذا كانت جميله خلاص استمتع مع هذا الجمال. شاشة هنا عاد عندك دستنبور يا صديقي، تستمتع في هذا الجمال لين ما تغرب الشمس، وبعدها نطلع ونوريكم الجمال هنا في دوتنبوري بالليل. كنت اجرب بعد هذا، والله ما ادري شو اسمه، اسمه فربتشين والله. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح ها؟ طبعا يا صديقي الفرابتشينو هذا في ستاربكس هنا في دوتنبوري صراحة بهذا المكان الجميل سعره 680 ين، يعني ما يقارب تقريبا 17 ريال سعودي اللي تقريبا 5 دولار 680 ين ياباني. بالله شفت دوتنبوري كيف تحولت في الليل باعلاناتها والاشياء الجميله المنيره اللي موجوده في هذا المكان. شوف شلون صارت يا صديقي، بالله شوف الجمال كيف. هذه اشهر صوره موجوده هنا في اوساكا ما شاء الله، والله العظيم صراحه مكان جميل جدا في الليل. وهذه المنطقه اللي جيناها حقت التسوق اللي قبل شوي. اختلفت تماما عن النهار خصوصا مع الاعلانات والانوار والاشياء الجميله اللي موجوده هنا يا صديقي، مره مره جميله ما شاء الله. شوف منطقه المطاعم يا صديقي كيف تحولت، هذه منطقه المطاعم الطريق هذا كله وشوف شلون. عاد انت في اليابان يا صديقي، اليابان من اكثر الاشياء اللي مشهوره عنها اللي هي الاعلانات المضيئه الكبيره الضخمه في كل مكان تحصلها في اليابان. ومن هذا الجمال يا صديقي لا تنسى اللايك والاشتراك وانشر المقطع للناس تحبهم او الناس اللي ودهم يشوفون اليابان، لانه باذن الله راح نجلس هنا شهر كامل، راح اسوي لكم كل حاجه ودكم تشوفونها هنا في اليابان. فاهم شيء اكثر من التعليقات واكتب لي كل حاجه ودك تشوفها هنا في اليابان، وباذن الله راح نستكشف اليابان ونصور كل شيء. واهم شيء وقبل كل شيء دائما كونوا سعداء. في امان الله.